السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في قناة عالم حنان، والنهاردة هنعمل جمبري صينية دمياطي، طبعا على الطريقة الدمياطية الصح. وطبعا قبل اي حاجة ان شاء الله تكونوا مبسوطين معنا ومن الفيديوهات اللي هنعملها وننزلها لكم، واتمنى ان اللي يتفرج على الفيديوهات يعمل لنا لايك ويشترك في القناة، وان شاء الله تتبسطوا معنا. معانا النهارده بقى الجمبري، ومعانا بصل، طماطم، فروم، ومعانا توم طبعا مش كتير، حاجه بسيطه، معانا بقدونس، معانا طبعا البهارات، الملح والفلفل والكمون. اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط هنا على الجمبري ليمون، يعني نص ليمونه، وهنرش عليه شوية كمون، مش كتير برضو، حاجة بسيطة كده. وطبعا هنحطه على البوتاجاز لحد ما يدبل ويبقى كله لون واحد. هنحطه بقى كده على البوتاجاز لحد ما يتغير لونه، وبعدين بنشيله نصفيه. طبعا هتشوفوا معانا هنعمل ايه بعد كده. طبعا معانا هنا الصينية فيها الزيت بتاعنا، هننزل طبعا بالبصل اول معانا طبعا البصل اول، هننزل بالبصل يعني في قيمة بصلاية كبيرة للصينية. هندبل البصلة يعني تاخد لون بس مش قوي، يعني بسيط خالص. وعندنا الجمبري هنا اهو، هيبدأ برضو ايه اللون يطبطب طبعا بتاعه يتغير. طبعا احنا لسه مبتدئين وكده، فيعني هنظبط برضو الدنيا، واكيد هنظهر لكم وهنعمل فيديوهات تانية احلى برضو جميلة، يوميات، وهنعمل حاجات حلوة كتير طبعا غير الطبخ. البصلة بدأت تتبل اهي معانا، هنحط عليها طبعا توم، بس طبعا مش هنكتر، هي حتة صغيرة. عشان كله يبقى مع بعضه، يتحمر مع بعضه. الجمبري اهو لسه، معانا البصل اهو، التوم خد لون. هننزل طبعا عليهم بالخضرة، ما اقدرش اقول لكم طبعا الريحة عاملة ازاي، اكيد اللي هيجرب هيعرف. هننزل طبعا بالبقدونس، معانا طبعا بقى البهارات، هنحط فلفل، معلقة كده فلفل، نحط شوية كمون مش كتير برضو، وطبعا الملح طبعا معلقة. طبعا هنقلب بقى كل ده مع بعض كده، نعلي بس النار. الجمبري هنا اهو لونه اتغير، بس طبعا لقيته لسه لما كله يبقى لون واحد هنصفيه، وبعدين بقى نحطه في الطماطم اما تقرب كده تنقص شويه كده، نبقى هنحط بقى الطماطم. حطينا الطماطم، هنسيبه بقى ما ياخد ان الطماطم تنقص وتتسبك على الجمبري يخلص، هنصفيه.
متنسوش برضو تشتركوا لنا في القناة وتعملوا لنا لايك، وان شاء الله تشوفوا حاجة تبسطكم، حاجة تكون كويسة ومحتوى كويس. صفينا الجمبري، صفيناه بعد ما دبل اهو. وهنا طبعا الطماطم هنستنى لما تنقص شوية عشان الجمبري مش بياخد سوى، يعني احنا هنحطه ونسبكه يعني خالص، وان شاء الله احنا معاكم اهوت وهتشوفوه اما يخلص. الطماطم معانا نقصت عين، هننزل عليها بالجمبري، هنحط بقى الجمبري. كله يبقى من بعضه سهل، طبعا بياخدش وقت. هنسيبه طبعا بقى ايه لما الطماطم تنقص خالص. ونوريه لكم بقى في الاخر ان شاء الله. كده طبعا قرب يخلص اهو، لسه عليه حاجه بسيطه. ما اقدرش اوصف لكم بقى الريحه، خطيره بمعنى خطيره. اكيد هتجربوا وهتدوقوا تقولوا رايكم. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه، وان شاء الله المحتوى يعجبكم، ونكون عند حسن ظن المشتركين في القناه عندنا. كده تبقى الصينيه خلصت، وطفينا عليها خلاص. طبعا ساعه الغدا هتخش الفرن بتاخد لون على الوش. وكده تبقى خلصت، واتمنى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه، ونقدم لكم احسن ما عندنا ان شاء الله. واكيد في فيديوهات احلى واحلى، استنونا.